اصلا ما يمكن لينا نبداو التقلاب حتى تفوت 24 ساعه وتكون ما رجعاتش. تفضلي. خرجات من عند البوليس بدات غادة، ما كتشوف والو قدامها، بدات قاطعه الطريق، والطوموبيل اللي كانت جايه كانت طايره، والضربه اللي ضرباتها كانت كافيه تخليها بلا وعي. سيف الدين كان متكي عريان من الفوق ولابس رواد الكتمة وهاز بيسي فوق رجليه وخدام كونسونتر. احتاج اتصال من واحد في رجاله. قال سيف شنو كاين؟ قال له الجارد سيدي كنا تابعين خالة الطبيبة ومورا ما خرجات من عند البوليس ضربتها طوموبيل. قال سيف الدين اين سبيطار؟ اعطيني دابا العنوان. وبالفعل أعطاه العنوان وناد البس وهز سوارت ديال الطوموبيل وخرج. وبعد ربع ساعة كان قدام السبيطار. أدخل ومشى كيتسنى الدكتور يجي. دازت ساعة باش خرج وهو يلقى سيف واقف عليه. قال له السيدة اللي لداخل كي دايرة؟ جاوب الطبيب واش من عائلة؟ قال له آه. وهو يقول الطبيب السيدة جاها نزيف داخلي وبزز باش قدرنا نوقفوه، ولكن راه دخلات في غيبوبة. قال سيف الدين هاد الغيبوبة انت غدا تفيق منها؟ قال له الطبيب ما نقدر نعطيك حتى معلومة، يقدر تكون سيمانة شهر شهرين وممكن حتى عام او لكتر. سيف الدين قال اغن نخرجها من هنا. يلا بغى الطبيب يهدر وهو يقاطعه سيف الدين. قال له اهدرتك غتخليها عندك، الوقت ما عنديش، فين غندير الإجراءات باش نخرجها؟ خداها سيف وداها الكلينيك وشدت على الأطباء أنها تلقى رعاية خاصة وخلى رقم الهاتف حالة ما وقعت لها شي حاجة. والغد ليه فاقت السحر على وجه سيف اللي كان قدامها كيتسناها وقتاش تفيق. قادات جلستها وبقات كتشوف فيه مك وهو يقول مشيت عند خالتك وقلت لها باللي غلطتي معايا وغنتزوجو وتبرات منك وقالت لك نسايها ونساي الطريق ديال هاد الدار. قالت سحر كتفلى عليا ياك، شافت في ملامحه مازالين صارمين كيف ما ديما وهي تنقز من بلاصتها وبدات كتغوت. واش حماقيتي؟ واش ما عندكش قلب؟ هاديك هي اللي بقات ليا في الدنيا، كيفاش قدرتي؟ واش ما كتحش بالحق؟ مازال غتفقد ليه عزاز عليك وتحس، وغنكون كنضحك هذاك النهار من قلبي. القتال الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ. مازال ما كملت هضرتها حتى جات طايحه. كون مسيف شدها حطها فوق الفراش وبقى كيشوف فيها، ودازت ساعه وهو حاطيها حتى سمعها بدات كتهضر. سحر كتبكي وكتقول بغيت خالتي. في الاصل هو فضل يكذب عليها على انه يقول لها الحقيقه حيث يتوقعها دير اي حاجه، وهو ما عندوش الكان اللي يبقى مقابلها غير هي. مشطر على اختو واللي كانت كيف ما ديما جالسه قدام البالكون كتشوف بعيد. قرب منها سيف الدين وباس لها راسها وخرج. خرج مخلي دموعها نازلي، ما عارفش باللي هكا كيعذبها. كيفاش تقدر تواجهه؟ كي دير تقول له باللي راها عارفه شكون قتل مراته وولده وانه تغدر من اقرب المقربين؟ كيفاش تقول ليه انها الوحيده اللي عارفه السر؟ من العوامل الأساسية اللي مخلين حالتها هكا. كيفاش تشرح ليه باللي الشخص اللي عمره يجي في باله يغدره هو اللي قتل ليه مراته اللي كانت بدورها مصدومة من الشخص اللي جاي يقتلها؟ علاش وكيفاش؟ هادشي كامل سولته نادية لهذاك الشخص قبل ما تموت، واللي جاوبها ولكن خلاها دات سرها معها. ولكن الروح عزيزة عند الله، وبقات الشاهدة الوحيدة اللي عارفة شنو طرا داك النهار هي سارة. من اللي خرج سيف من البيت وسحر كتبكي، خالتها دغيا تطيق، خالتها دغيا طيقات واحد غريب بسهولة بلا ما تتأكد تبرت منها. هاد الشي غير ما زاد حقدها على سيف، ولكن قررت تلعب معاه لعبه. الصاع غادي يرجع ليه ساعين. دخلت للدوش وغسلت وجهها وبغات تخرج، ولكن تصدمات الباب مسدود. سحر بدات كتضرب في الباب ولكن ما كاين اللي يسمعها، واصلا ها هما كاع سمعوها. شكون يقدر يخالف امر سيف الدين اللي ما خرج من الدار حتى وصى باللي حتى شي واحد ما يوصل لفوق عندها؟
كان سيف الدين جالس في الشركة حتى جا اتصال. قال له حمزة: أشنو صاحبي، غتعرس بلا بينا ولا كيفاش؟ جاوبو سيف الدين: الوليد مصيفتك تعاود ليا هدرتو. وهو يقول: آه صاحبي، ما كيفوتك والو، المهم راه عيط ليا وعاود ليا البلان. علاش ما قتلتيهاش صاحبي؟ واش حماق تزوج بوحدة؟ أقرب فرصة تبلغ بك صاحبي. جاوبو سيف الدين: فينك انت دابا؟ قال له حمزة: في صالون دارك. قال سيف: الصراحة ما تصدمتش، الحاج يجيبك غاب أبيل واحد. هنا جاي. قال حمزة: وها أنا كنتسناك. سحر قربت حماق في بيتها، من إنسانة حرة كتخرج كيف ما بغات لسجينة عند واحد قتال، واللي مصيرها معاه باقي مجهول بالنسبة ليها. سيف الدين غير وصل ودخلنيش نسلم على والديه وخنزر فباه، وعد سالمه هو وحمزة وطلعوا البيرو الفوق. قال سيف الدين: مرحبا حمزة. قال له حمزة: كنتي ناوي تعرس بلا ما تعرضني يا صاحبي، وفين عروسة الغفلة؟ سيف الدين جاوب: هانت جيتي وغتحضر. قال له حمزة: ما جاوبتينيش، فين هي العروسة سيف الدين؟ وهو يقول: باش تفهم راسك وما تبقاش تسول عليها. يالله باغي جاوب حتى كيسمع الغوات والضرب في الباب. في الأول كان كيحساب ليه المصيبة اللي ربي بلاه بها، ولكن تصدم، كان صوت ختو أمه. ناد كيجري يشوف شنو طاري هو وحمزة، دخل ولقى أمه كتحاول تبرد ختو، ولكن هي غير ما زايدة في الغوات وكتضرب أي حاجة حداها. مشى كيحاول يشدها ولكن بدون جدوى، ما حسات إلا بتصرفيقة جابتها نيشان الأرض. عاد سكتات وخرجات شهقة من أمه سحر اللي كانت أمه حلات عليها الباب باش تجي تشوف مال سارة. مشات سحر كتجري ودفعاته عليها بكل قوتها وهضراته هي معصبة: إيش من نوع أنت في البشر؟ سيف الدين شاف حمزة وعطاه إشارة يخرج هو وأمه، وبقى هو مع سحر أخته. هزها من الأرض وحطها فوق فراشها، بقى كيشوف سحر وحتى هي ما نزلاتش عينيها كتشوف فيه تحدي. حك لحيتو دار ابتسامة خفيفة، بقى كيشوف فيها شحال وخرج، ولكن من ديك الشوفة خلاها تستنتج أنه إلا انفرد بها ضاعت، والحاجز الوحيد اللي حبسو دابا هو أخته اللي كانت معاهم واللي حالتها حالة. نزل سيف عند حمزة وأمه اللي كانت دايرة حالة بالبكاء على بنتها، وبيت سيف غير جالس وكيسمع ما عارف ما يدير، كون طاح في راجل بنته قبل سيف كون قتلو ميات مرة. وهو يقول سيف الدين: أنا طالع ندوش. حمزة عيط على العدول تسعود يكونوا هنا. اطلعوا خلاهم ما عارفين ما يقدموا ولا يوخروا، اصلا عارفين ولدهم راسو قاصح غادي يدير غير اللي في باله. وفي الفوق كانت جالسه سحر ومعنقه سارة وكتلعب ليها في شعرها حتى نعسات، اصلا كانت محتاجه غير الحضن تعنقه وتبكي عليه ويقول ليها: انا معاك وكل شي غادي يكون مزيان. وداك الشي اللي لقات في سحر. دازت ساعه تقريبا وسارة ناعسه، فاقت كتململ وكتشوف في جنابها وهي تقول سارة، وهي تقول: نحست بزاف. سحرت صدمات حيت هضرات معاها، عرفاتها محتاجة لشي حد تثق فيه ويحس بيها. قالت ليها: شوية ارتاحيتي. وهي تقول سارة: راحتي مشات شحال هادي. طبطبات سحر على كتفها وقالت: تقدري تعاودي لي وغدا نعاونك، ديريني طبيبتك النفسية ولا صاحبتك، المهم ما تخليش كل شي عندك. يالله سارة بغات تنطق وحن عليهم الباب سيف الدين ووجه كلامه لسحر بصرامة: آجي. نادت سحر وتبعاته، دخلوا للبيت وهو يقول: ما بغيتش نهضر معاك قبيلة قدامهم، ولكن ما يقول ليكش راسك حيت سكت ليك راك قطعتي الواد ونشفو رجليك. قرب حداها وشدها من وجهها بعنف ودفعها لأقرب حيط وطاكاها معاه وقال: فمك تبقى يتسديه
حيت ما نضمنش ليك راسي مره اخرى. والله وتعاودي تهزي صوتك عليا ولا تقلي من احترامي. قاطعات وصحر بتحدي وقالت اش غدير؟ اسمح لي، بغيت نقول اش باقي عندك ما تدير؟ ابتسم ابتسامه خبيثه وقال ها باقي بزاف بزاف تقاي شري. قربت صحر حدا ودنيه بشجاعة وهمزات، اللي في جهدك ديرو. سيف الدين طلع يدو لخصرها وغرسهم حتى بان في وجهها الألم اللي حسات بيه، وانتق حتى هو بهمز بالصرح وابتسم وكمل هضرته وهو حاني راسو كيشوف فيها وعينيه على عينيها، وزاد ورك عليها وقال قد على جهدي نوريك شي عينة دابة ولا؟ وسكت شوية وكمل وقال ولا حتى الليل ملي نكونوا بجوج ويكون الباب مسدود بالساروت وما يكون اللي فك اش بالك. سحر كانت بغا تستفزو باش تخرجو على طوعه ويدير لها شي حاجة وتخسر العرس ولا على الأقل يتأجل، ولكن للأسف سيف كان عايق بها. بعد يديه عليها وخربق لها شعرها وقال داكشي اللي في بالك من اللي الله كتنوي تفكري فيه كيكون في بالي. ديري عقلك وما تبقيش تقولي هضرة ترجع عليك بندامة، وتيقي بيا راه ما غنحنش فيك. وغمزها وزاد وسد عليها الباب ومخليها كتغلي. مشات قدام المراية وهزات تيشيرت وهو يبان ليها لي طراس ديال ايديه باقين مصورين، وهادي غير البداية. بقات سحر حابسة راسها في البيت حتى سمعت الدقان ودخلت الخدامة هزة معها كرتونة كبيرة حطاتها، وسحر متبعاها بعينيها حتى خرجت. ومشات ديك الساعة حلاتها وتحل معها فمها بفخامة الفستان اللي كان فيها، من شكله باين شيك بزاف وغالي ما تنكرش أنه عجبها. عمرها ما تخيلت تلبس بحاله في عرسها، ولكن في نفس الوقت عمرها ما تخيلت تزوج بهذا الطريق وبيمن بقتال شهدات على جريمته. ودخل عليها سيف ونيشان مشيدوش. سحر غير سمعت الماء تطلق بدات كتفكر في شي طريقة باش تجنه، كتقول غالط اللي حساب له هي من النوع اللي يستسلم ويخدع بسهولة، مستعدة تحمل العصا واللي اللي كان، المهم العرس ما يدارش اليوم. خرج سيف الدين من الدوش كيبان كيوت كيشوف في المرايه وكيمسح شعره، وهو كان حاضيها من المرايه ورسم ابتسامه جانبيه. شاف في الفستان ودور وجهه وهو يعاود يدوره ومشى هزو لقاه مقطع من التحت وحتى الايدين مقطعين. زير ايديه بالجهد، واكيد هادشي شافته سحر اللي كانت مراقبة مزيان باش تعرف ردة فعله، ما ينكرش أنها لعبات على أعصاب. ومن الصباح وهي كتستفز كيحاول ما أمكن يضبط راسه على الأقل غير هاد الليلة. قال ليها فراسك باللي غدا تلبسيه هكا؟ قالت ويلا ما بغيتش. قرب عندها وشدها من إيديها ووقفها وحط إيده على خصرها وقربها ليه بالجهد حتى تزد حات مع صدره، وقال غدا تلبسيه ولا غلبسو ليك بطريقتي واللي انا متاكد ما غداش تعجبك. عارف القتالين بحالي ما كيكونوش رومانسيين. اش بالك سحر ما ازدات كتار من ديك كلمه قتال، كيفاش مخرجها ببرود وكيفاش كل مره كيقلب عليها كل شيء. وخا عرفات استفزو ولكن ما كانش كافي، وتيقنات باللي ما بقاش عندها مديه. اليوم خاصها معجزة باش تفلت، وإلا بقات هكا غدا تجيبها في راسها، والحيلة أحسن من العار. اللهم تخدم عقلها وتفكر مزيان، في الأخر هي كتبقى دكتورة نفسية وخاصها تستغل تخصصها باش تخرج الشوكة بلا دم. قالت سحر أوكي سعود نكون واجدة. دوشات ولبسات داك الفستان المقطع وهي حشمانة من راسها، كي غدير تخرج بيه قدام الناس؟ عاقبها وعرف كيفاش يعاقبها، ودارت ميكاب خفيف. بقيت جالسة ودموعها في طرف عينيها، اش حال صحيبة لا اهل ولا احباب
القليلة غير خالتها شحال كانت كتمنى تعنقها وتقول ليها ما تخلينيش عافاك، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. دازت 10 ديال الدقائق وهي سارحة حتى دخل سيف عميق، مشى بخطواته المعهودة، خدا منديل ورجع عندها وقفها ومسح ليها فمها بالجهد حتى نطرات وجهها وقالت واش بعقلك اشنو كدير؟ قال مراتي ما غتنزلش مزوقه قدام الرجال. قالت ايوا حتى نولي مراتك واجي حكم فيا. خلاته ومشات باش تنزل حتى جرها من ايديها بالجهد وقال ديك الساعه غدا نوريك الحكام على اصول، ديري شي حاجه لتحت غير صلي على خالتك صلاه الجنازه. طهر بحال قاس ليها الجرح، بغيت تبكي ولكن دموعها ما باغاهمش يطيحوا قدامه. سكتات ونطرات ايدها منه ورجع شدها، ولكن هاد المره شدت يلي كوبل. نازلين في الدروج والناس كيشوفوا فيهم، وصلوا لاخر الدروج وكاين اللي كيضحك بالتخبيه على فستان العروسه، وهم السيف فودنها وقال شفتي كيفاش درتي الضحك في راسك وفينا؟ قربت منهم الحاجه فاطمه وباه اللي ما عجبو حال وقال سيف اش هاد الحاله دايره مراتك في راسها؟ سيف عنق سحر وابتسم وقال مراتي وبغات تقادو على ذوقها وحتى انا عجبني، فينا هو المشكل؟ الحاجه فاطمه ما بغاتش تزيد تهضر، عافه ولدها راسو قاصح. وجا العدول وصاحب سيف اللي فرحان ومره مره كيغمس سيف، ودازت سهره عاديه جدا. سحر كانت كيشي ميتة فين ما يحركها كتحرك، وهذا الشيء ما طمئنوش حيت من خلال معرفته بها في هاد اليومين ولا عارفها عنيدة وصعيب تجلس بلا ما تدير شي حاجة إلا إذا كانت كتفكر في شي مصيبة. داك الشيء علاش طول العرس وهو شاد لها في إيدها وعينيه عليها. سالات الحفلة البسيطة واللي كانت سحر كتمناها تطوال، وها هي دابا طالعة في الدروج وحدها قبط روحها، حل الباب ومشى نيشان كيبدل حوايجو، وحتى هي دخلت للدوش وسدات عليها وبدات كتحيد الكسوة وكتشوف دوك لي شوميز دو نوي اللي لقات فوق الناموس ديالها ودخلاتهم معاها كلهم خيوط ما كاين ما تستر. شافت حتى عيات وغسلات وجهها ولبسات وحدة من دوك لي شوميز اللي عنده الفوقاني طويل، اللهم نعمش ولا نعمة. وبقات جالسة نص ساعة وهي كتفكر حتى سمعت سيف كيهضر إلا زدتي 5 ديال دقائق لداخل غادي نسد عليك ونطفي الضو ونخليك تباتي تم. سحر غير سمعت حس طفيان الضو ما كرهتش يخليها تبات تم، ولكن إلا الضو، عندها فوبيا من صغرها ديال الظلام. سيف غير شافها خرجات ودار ابتسامة نصر وبدا كيصفر كاع هادشي كنتي مخبياه. اجي هنا. كان متكي في الفراش وداير ايديه ورا راسو وكيتفحص كل انش من جسمها. مشات بكل هدوء حداه وناض وقف وقرب منها. اشنو دابا؟ سحر ولات كتشوف كيفاش دير حتى تفلت من هاد الليله المشؤومه، وهي تقول سيف شوف غنديرو اتفاق، ما تقيسنيش وكنواعدك ما ندير حتى مشكله واختك نعالجها. سيف الدين ابتسم وقال زيدي شنو اخر؟ قالت حتى البوليس ما غنقول ليهم والو. قال ليها ما قنعتينيش، الا درتي شي مشكل عارف كي ربيك، واختي احسن طبيب نجيب ليها، والبوليس الا قدرتي توصلي عندهم تفضلي، يعني ما عندي حتى شي ربح في داك الشي كامل، على العكس انتي عندك ما تخسري. غمزها وجرها لعنده، وفي هاد اللحظه ولا عقلها كيدي ويجي. زادت قربت ليه وهي كتشوف ليه في عينيه وهمسات سيف الله يخليك. تغرغروا عينيها بالدموع وهي كتقول كل كلمه سيف جبتيني بزاف وحبستيني هنا، ولكن على الاقل راعي لي، انا عارفه باللي من الداخل انت مزيان، ما تخليش القسوه تخليك تنسى داك الانسان المزيان اللي عندك لداخل، قدرات تحرك فيه شي حاجه، ولكن ماشي بهضرتها، دموعها
فكروه في نادية، كانت كتشوف فيه نفس الشوفة ونفس البكية، نفس البراءة، وكان قد ما كيقصى وكان قد ما كيقصى دموعها كيضعفوه. للحظة تخيلها قدامه وقرب من سحر وهو كيشوف فيها وجه نادية. قرب عندها وعنقها وهي غير مصدومة، ولو تبغي تتحرك ما عندهاش كدير. كان خانقها بحال لا إلا خايفها تهرب، حاوطته حتى هي بإيديها وهمسات بسميته، ولكن جوابه كان الصفعة اللي فيقاتها. قال نادية توحشتك. ما حسيت براسها إلا وهي دافعه كل قوتها. فيقاته من أجمل حلم أرجع اللور وهو مخربق، وعطاها بالظهر. قالت شكون نادية؟ بقى غير ساكت، تفتحوا ليه أوجاعه من جديد. شنو؟ شي واحدة من البنات اللي كنتي كتقصر بيهم؟ آه، وكتدير فيهم ما بغيتي حيت انت السيد، ولا شي بنت الليل حيت هادوك هما اللي ما كيتنساوش ليكم؟ ما حسات براسها حتى صرفقها بالظهر ديال ايدو. جات نيشان الأرض ودمها نازل من نيفها، ونزل مستواها وجرها من شعرها وقابل عينيه بعينيها. هاديك شرف منك، عييت نقول لك تقاي شري، ولكن انتي ما بغيتيش تربيه غير ما زايده فيه. صبرت ليك بزاف، ودابا جا وقت الحساب. وجرها من شعرها وتم غادي بها نحو المجهول. لاح عليها مونطو خرجها من الفيلا، وهي كتحاول تنطر حل باب الطوموبيل ودفعها بالجهد ومشاركة ديمارة وقسايق بالعقل. ودازت شي نص ساعة ووقف الطوموبيل ودار عند سحر اللي كتدور في عينيها باش تعرف فين جابها. خرج وجبدها من بلاصتها وهي كتبكي وكتطلبه باش يبعد منها، ولكن هي بحال لا كانت كتهضر مع شي حيط. بقى جارها حتى وصلوا المقبرة، غير دخلوا بانوا ليها القبورة. تكحلات بالعمى، رجليها فشلوا عليها، طاحت الأرض وولات حالتها حالة. نوضها سيف، وملي شافها كتمشي وكتعطر هزها فوق من كتاف شوية حتى حطها قدام واحد القبر. ما انتبهت لوالو، ودارت كتشوف وجهه وهي كترعد وقالت غتقتلني. شدها سيف من كتافها بالجهد ودورها جهة القبر اللي كانت مكتوبة فيه سمية مراته نادية. بقات غير كترمش بعينيها وعرفات الكارثة اللي دارت. دورها حتى جا وجهها في وجهه وهو يقول جبتك لهنا لسبب واحد. قالت شنو هو؟ قال باش اي حاجة درتها فيك من بعد تعرفي باللي ما ظلمتكش، ظلمتي راسك براسك. قالت وهي كتبكي انا ما كنتش عارفة. قال ليها هانتي عرفتي دابا، وبلا ما يزيد معها حتى شي كلمة شدها غادي بها راجعين من نفس الطريق اللي جابتهم. طريق كاملة وهي كتفكر في المصيبة اللي دارت، وهاد المرة ما عندها كتفكها راسها ضرها بقوة التفكير. العكس ديال السيف اللي سايق وهو كيتخيل جميع أنواع التعذيب، غير التفكير في هاد الشي خلاه يتنشو. كي وصلوا للفيلا ودخل سيف بلاصة الطوموبيل وخرج، وحتى هي خرجات كدير خطوة القدام وجوج خطوات اللور بالخلعة. دخلوا الفيلا وهو يطلعها الفوق فين كان البيرو ديالو، أما هي رجليها كانوا كيرجفوا. خفت لسان اللي فيها وفين وصلتها. وصل المكتبة اللي عنده وكحث شي كتاب وهو يبرك ودخل الكوت. من بعد تحل باب وصحر غير حالة فمها بالصدمة. كانت غرفة حمراء جدرانها مصبوغين في الأحمر، وفيها على اليمن بزاف المجورة، وعلى اليسر كانوا أدوات السادي اللي تعرفات عليهم غير من شوفها الأولى. كان صوت بمختلف الأحجام وحزان، وكانوا حتى ليمينوط بالأشكال اللي كان عادي واللي كان بسلاسة. دورات عينيها شوية ودار معها حتى قلبها بالخلعة ملي شافت سيف كيشوف فيها والمتعة باينة في عينيه. قرب عندها بشوية وهدر بهمس، ولكن في نفس الوقت بأمر حيدي حويجك. سحر عرفات وسادي، وعرفات أنها ماشي تحت غير في قتال بل مريض ومنحرف جنسي. كانت أحسن حاجة تدير هي تطيعه
وتعرف كتسلك راسها حيت من الهضرة ديالو في المقبرة قدرت تفهم باللي غرضه هو يعاقبها ماشي ينعس معاها. حيدات حويجها بكل هدوء اللي خلى سيف يطيح له العجب. كان عارفها غادة تعرفه سادي بمجرد ما تدخل البيت، أكيد راهي طبيبة نفسية، ولكن باش تطيعو شي حاجة جاتو في شكل وجا موراها وجرها لواحد الطبلة وقال ليها تكا عليها. سحر ما بقات فاهمة والو في راسها، عادة خاصها تحس بالخوف، ولكن هي خوفها كان قليل مقارنة مع رغبتها في اكتشاف اشنو غادي يدير. تكات سحر على كرشها فوق ديك الطبلة وهي عريانة كليا. سيف كيشوف ومشى لواحد الصوت هز ورجع. سحر كانت ساهية كتفكر فشنو مصيرها وعلاش جاها الفضول، ولا بحكم أن اللي كانوا كيعودوا ليها على السادية كانوا كيشوقوها تعرف أش كيطرى مورا البيبان المسدودة. بقات هكاك حتى حسات بشي حاجة بحال الصمتة كتمشي فوق ظهرها، وحسات بشحطة بالجهد فوق مؤخرتها خلاتها تغوط على جهدها. حبس سيف كأنه تفكر شي حاجة ومشى حل المجر من المجورة اللي كانوا في الدخلة وخدا منه جلدة كتسد ووسطها كاين كورة كحلة. هزها ورجع عند سحر حلها فمها بالزز وخشى ديك الكورة وسدك الجلدة من جناب ورجع كيكمل اشكان بادي. ومع كل شحطة كانت كتغوط ولكن كيتسمع غير الأنين بحكم الصمتة اللي شادة ليها فمها. وسحر دموحها ولو شلال بكثرة الضرب، ما بقيتش كتحس بمؤخرتها وكتحس باللي الدم يقد يكون نزل. وبالصح كانوا شي شحطات بلاصتهم خرج منهم شوية ديال الدم. كان كيتلدد بضربها حتى وصل للدروة ديال، وأخيرا جا الفكاك حتى هي انشرد الصوت لبلاصته وجا عندها كيحل رجليها وإيديها اللي كانوا مشدودين بالكوردات مع الحديد ديال الطبل. جا نوضها من كتافها حتى وقفها وهز ليها راسها وتقابلوا عينيهم بجوج وقال قلتي ليا اللي في جهدك دير وانا درت غير ربع جهدي وشوفي حالتك يا ولاد. تخيلي كون تبعت هدرتك، ما قدراتش تزيد تهدر، كانت باغه تصرفكو وتضربو ما كرهاتش تسبو، ولكن غير غدا تزيد تكحلها وبالذات على راسها سكات وحنات راسها مكمله بكاها في صمت. حسيت بيه حكر عليها ولكن في الاخير لسانها سبابها. استهونات به بزاف واستفزاته بزاف، احتجم عليها بزاف وها هي حصدات. سحر حاولت تجمع ما بقى منها وتمشي، بالحق غير زادت جوج خطوات وطاحت الأرض ما عقليش على شنو طار. ابتسم ابتسامة ومشى بخطوات قال فصل عندها وهزها بين دراعه ولاح عليها غطاء كان في هذاك البيت. وهو طالع بيها حمزة كان هابط وغير شافو سيف وهدر وقال له بلا ما تبقى تخنزر بزاف نزل عينيك. ضحك حمزة وقال شفتك وليتي كتغير على المدى، سخفتيها نهار العز. غوبش سيف الدين وقال حمزة. قال له حمزة صافي صافي تهلا انا غادي نسهر. وصل للبيت ودخل هنيشة لفراشهم وحطها وعاود تقلبها على كرشها. دخل الدوش ودوش وخرج ومشت تكا حداها وهز البيسي كيخدم على المشاريع الجداد، خصوصا انه ظهرات شركة جديدة منافسة ليه وكيحاول يعرف شكون مولاها. بقى خدام حتى لقينا وقت وكيسالا سد البيسي وناد البالكون وبقى كيتفكر في داكشي اللي داز معاه نادية مراته. حرقة نادية ما بغاش تنساليه، ابقى هكاك حتى بدا كيديه النعاس ومشى لبلاصتو ونعس نيشان بحال لا ما طاري والو. صباح فاقت سحر وهي كتحس براسها عيانه ومشات نيشان للحمام كتعكس دوشات ومشات للدريسين وهي تلقى بزاف ديال الحوايج غالي ولكن كلهم مستوري. لبسات ونزلت لتحت ولقات كل شي مجموع، وقت سيف جالس مترقص الطبلة وحده سيف ومو مقابلة معاه وحتى حمزة كاين. أما سارة فكيف ما عادتها سادة على راسها في بيتها
سهر كان فيها الجوع ومشات نيشة للكوزينة تحت أنظار موكوة وحتى حمزة. عاد الدار سيف كيشوف فاش كلهم كيشوف. سهر طلبات من الخدامة وقالت الله يخليك بغيت فطور الجوج غنطلعو معايا. قالت ليها الخدامة مشى هي شي حاجة عروس سيدي. سهر طلعت النفس ونزلاتها وقالت سميتي سهر وما مشى هي حتى حاجة. تسمات الخدامة وقالت واخا. وهي تنطق أم سيف ما علموكش الصواب بنيتي. صباح الخير ليش الفطور الفوق ما راضياش بينا. سهر يلاه بغت تنطق وهو يهدر سيف بصرامة سهر طلع لبيتك. طلعت سهر نيشان حيت من بعد ما فكرات وفكرات قررت تبدلش الحوايج إلا بغات تعتق راسها. قبل ما توصل سمعت هدرة سيف ماما هاد شي ما نبغيهش يتعاود عارفة لي ما كنحملش لي الدخل في مراتي. قالت أمه أنا قلت غا الحق. وهو يقول أنا دويت الحاجة مراتي عليكم بالتقار وانتوما عليها بالتقار. سوق العيالات أنا ما كنحملش ندخل فيه. سهر طاح ليها العجب في هاد سكيزوفرينيا اللي فيه اللي شافوا أش دار فيها البارح ما يقولش هو اللي كيهضر عليها دابا. طلعت نيشان في حالها البيت صار وهو يقول الحاج احنا خاصنا نرجعو عندنا شلة مشاكل وحتى انت خاصك تشوف شي حل خدمتك باش تردها تما وضروري تجي تلقى شي حل. جاوبو سيف الدين ان شاء الله نكمل شغلي هنا ونرجع. قال حمزة سيف الا كنتي غادي للشركة وصلني معك. ناد سيف وقال له يلا. سيف طلع الفوق باش يهز وراقو وما لقى السحر. مشى نيشان عند اختو ولقاها متكية كتلعب في شعر سهر وهي حاطة راسها على صدر سحر. قال اجي بغيت نهضر معاك. ناضت عندو بلا ما تزيد حتى شي كلمة. قال ليها الخروج من الدار ممنوع وفمك. قالت له ماله سديه شوية. يلا بغى تجاوب وهز وراقو وسوار الطوموبيل وخرج. ورجعت عند سارة قالت سارة بغيت نسولك شكون نادية. سارة بحال زادت حكات ليها على الجرح دموعها ولاو نازلين وهي تقول سحر عاودي ليا خوي عليا قلبك. قالت سارة مرات سيف وبدات كتبكي قتلوها هي وولدو. سحر في هذه اللحظة حسيت بالدنيا دارت بيها وسارة كملت هضرتها وقالت ودموعها نازلين كانت حب حياته وعودت لها على قاع حياته. شويه بدات كتزيد فواتيره البكا وكتخوت قتلوها خنقوها كانت كتطلبه ولكن هو قتلها. بدات سحر كتحاول تهدنها بقات معنقاها شي نص ساعه حتى بردات ومني نعسات غطاتها سحر ومشات لبيتها. جلست في البالكون هي مصدومه من هادشي اللي سمعات وندمت بزاف على الهضره اللي خرجت منها على ناديه وقررت تخدم عقلها نسيان من هنا لقدام. وفي قاعه الاجتماعات قال سيف الدين كاين بيناتنا جاسوس وغنعرف. قال الموظف ولكن قاطعه سيف وقال ما يمكنش اي مشروع هضرنا عليه هنا كيسبقونا ليه اذا كاين شي جاسوس وربي ونعرف غيتمنى كون عمره ما خرج لهذا الدنيا كل شي غادي نراقبه. الاجتماع سالة يمكن لكم تفضلوا. خرج ساخط ومشى للبيرو نيشان ولقى حمزة جالس كيتسناه. قال له مالك. قال سيف شي واحد كيوصل كاع مشاريعنا للشركة المنافسة. قال له حمزة وما قدرتوش تعرفوا شكون. جاوبوا سيف كون عرفناه كنتي غتلقاني حفرت قبره. قال حمزة المهم فكرتيني غادي نبقى شي ايامات في المغرب يلا غادي نخليك مع شغلك انا غنمشي نقاد شي وراق ونتلاقاو في الدار. دازوا يومين وما تبدل فيهم والو من غير سحر ما بقاتش كتشوف سيف اللي كان مشغول بالشركه بغى يحيد عليه الخدمه باش يرجع في حاله لمنطقته. كيمشي كل مره يتفقد خالة سحر اللي باقة على حالتها كيف ما هي. اما ساره مورا اخر مره هدروا فيها وطرها هكاك حاولت سحر ما أمكن ما تجبدش مع هذاك الموضوع حيت باقي وقته غادي يجي. في العشية
أرجع سيف للدار وكان غير هو وصحر، أما باه واخته ومو مشاو للريف. قالت له صحر بغيت نرجع لخدمتي. سيف الدين ما جاوبهاش، بقى حالي راسو فوق الباسيديا. قالت له صحر راه معاك كنهضر. هز فيها راسو بشوية ونطق بحدة، الخدمة ما كيناش والخروج حتى هو، وغدا غادي نمشيو من هنا، والمرة الجاية ملي ما نجاوبكش فهمي راسك باللي كان عني لا. صحر باغا تجاوبه ولكن لسانها غيخسر ليها كلشي، وفضلات تبقى ساكتة حتى تقنعو بطريقتها. وفي دار والديه جالسة في بيتها مربعاش ليها، كتفكر أيام كانوا من أسوأ الأيام. قالت الدكتورة راه هادي هي الحقيقة مدام، بكثرة عمليات الإجهاض ما غداش تقدري تحملي من جديد. سارة انهارت وبدات كتبكي، كيفاش كيفاش ما نقدرش؟ دخل راجلها كيجري وهي غير شافته ومشات كتجري كتضرب في صدره وكتغوت، انت هو السبب، انت السبب، انا ما غنقدرش نكون ام ونشوف ولادي كيكبروا قدامي. انا كنت باغا تكون عندي بنيته نمشط ليها شعرها ونلعب معاها، وانت حرمتيني. الله ياخذ فيك الحق. ما حسات الا ببرة دقاتها ليها الطبيبه وعلى اثرها نعسات، وهي تقول الدكتور خاص ضروري تصبر معها دابا. قال انا صابر ولكن كيف ما شفتي حالتها الدهورات تقدري تعطيني شي حبوب مهدئه نبقى نكالميها بهم. هاد الحوار مع الدكتوره ساره كان عنده عواقب اخرى في الاخر، واللي خلات ساره يدخلوها للسبيطار الحماق مده شهر. نرجعوا للحاضر، الغد ليه غير سالا خدمته في الشركه ومشاو هو وصحر لدار باه، وصحر غير وصلات وطلعات كتجري عند ساره كتحس باللي هي الشخص الوحيد اللي مستحيل يأتيها. وفي نفس الوقت جاها الفضول تعرف اشنو مخبيه واشنو عاشت حتى وصلات لهادشي اللي هي فيه. طلع سيف عند ساره حيت كان متاكد غادي يلقى صحر مخشيه تما، ولكن ساره كانت غير بوحدها، وخرج بس دربك يقلب عليها ولكن ما لقاهاش، وتفكر السطح وطلع كيجري. سحر كانت كتقلب على منين تهرب وكتطلع على الدار والسطوحه اللي قراب، حتى دخلت لواحد البيت تما وهي تلقى فيه الحمام. ما عرفاتش علاش في هاد اللحظه شدات كاع داك الحمام وطلقاته يطير، كانت كتخليهم يطيروا وهي فرحانه، حتى حسات بايدين عنقوها من اللور وداروا على كرشها. عرفته هو من ريحته، اصلا شكون غادي يقدر يشدها من غير قلبها؟ بدا كيمشي ويجي بالخلع، وفي نفس الوقت هي ما نادماش على شنو دارت. قال ليها شنو قال لك راسك واش باغاني نقتلك؟ كيهضر وكيغرس ايديه في لحمها وهي تقول ما درت والو، طلق مني، واش بقالك غير الحمام حتى هو تحبسه؟ طلق. بدا كيزيد يزير عليها وقربها حتى ولات لاصقه فيه، وقال شكون قال لك انا حابسكم؟ شنو زعما دابا طفرتيه؟ غادين يرجعوا حيت بالنسبه ليهم هادي هي دارهم، هما الى طاروا غادي يرجعوا، ولكن انتي الى بقيتي كطيري. وزاد قربها ليه ونطق غتجني على راسك. بدات سحر كتغوت بعد مني بعد ما تقرب لياش، واش ما كتفهمش؟ ما حسيت براسها حتى دورها سيف لعندو وجمعها معاها حتى فقدات التوازن كون ما رجع شدها، وانطق بصرامة اخر مرة تعاودي تهزي عليا صوتك، مرة اخرى ما غاديش نهضر، غنطبق نيشة. جرها من ايديها ونزلها في الدروج حتى وصلوا عند والديه. جلسات سحر وجهها باينة فيه الضربة وهي ما حاملاش راسها، تحطات الماكلة وبدأوا كياكل إلا سحر غير كتنقب، وسيف كان حاضيها قرب ليها وهمس وقال كولي بلا ما تعصبيني. قالت حتى الماكلة بزز. سيف الدين ابتسم ما باغيش والديه يعرفوا كاع علاقتهم كي دايرة، وقال بزز. قالت له اوكي وبدات كتاكل
وهي رسمة ابتسامة شريرة في وجهها، حال فحطت ربيه وتحمقه قبل ما تمشي. جالس كي يأكل وكيجاوب باباه على داكشي اللي متعلق بالشركة، حتى كيحس بشي ايد تحطات فوق نيشان وكتدوس عليه من فوق السروال. كان كيشرب حتى وحلات ليه وبدا كيكح. سحر جمعات الضحكة غاب الزف وبدات كتدوس ايديها على ظهره وكتقول له غاب شوية علي. شافت في عينيه اللي كيشوفوا فيها نيشان وهي تغمز ودارت ابتسامة شريرة وقالت أنا شبعت بالصحة. طلعت الفوق وهي كتضحك على وجهه كيولى شوية ويموت مخنوق. هاد الشي غير شوية من اللي في بالها، باقة تزيد تحمقه حيت بحال سيف ما غتنفع معاه قصحية الراس بوالو. اللهم الحيلة، داكشي علاش حتى هي قررت إلا كان خروجها من هنا يقدر يكلفها حتى شرفها فغدا تضحي بيه، ولكن ما تبقاش في إيدين قتال. يلا قربت تدخل عند سارة، احتجرتها شي إيد بالجهد ودخلتها للبيت. تاكاها مع الحيط وكيهضر ببرود، علاش كتقلبي؟ سحر كانت خايفة، ولكن إلا جات تبقى خايفة ما غتوصل حتى حاجة. تعلات على طراف رجليها ونطقات سيف بارك من شد ليا نقطع عليك، صافي دابا راح نتزوجنا وما كاينش رجوع اللور، خلينا نعيشو عادي. قال ليها شي لعبة جديدة هادي؟ قالت لا كنهضر بالصح، حاوطها من خسرها وقربها ليه وهو كيشوف عينيها، وحتى هي هاد المرة فيكسات عينيها فيه حتى نطق وقال انا عارفك شنو باغا دير وغادي نخليك حتى نشوفك فين غتوصل. بقيت كتشوف فيه بثقة وقالت باغا نوصل لحاجة واحدة هي مثالي ومن الصداع، العمر كيدوز وانا ما باغياش نضيع تنهار. باركة غير هادشي اللي ضاع. وزادت تهزات على صباحة وعنقاته بالجهد، بقى حاط ايديه على خصرها حيت هو شاك باللي باغا تلعب عليه وباغي يشوف اخرتها معاها. قالت له متفقين؟ قال ها احنا غنشوف. ومشى لدوش نيشان وهي خرجات مشات عند سارة اللي كان الباب مردود وهي كتهضر مع شي حد. طاح لسحر العجب ووقفات مورا الباب كتسمع. سارة كتقول ما بقيتوش خال عيني كتسمع، انا غدا نقول كل شي كل شي. قال لي هذاك الشخص اللي معاها غادي نقتلك، سمعتي نقتلك. سحر بالصدمة معرفات باش تبلاه، دفعات الباب بالجهد وصدمتها كانت غاب سارة بوحدها. يلاه بغت تنطق وهي تجيها دقة في الراس خلاتها تغيب في البلاصه.